تاني يوم دخلت الأم بعد ما صحت يارا شغلها علشان تصحي ابنها. كانت أوضته هي الأوضة الوحيدة اللي حلوة شوية في الشقة، يعني كانوا قدروا ياخدوا من الفيلا لعبه والحاجات اللي بيحبها علشان يقدروا يسعدوه. دخلت تصحيه بس كان نايم زي الجثة، وشه كان باهت ومش بيفتح والنفس بتاعه بطيء. بدأت الأم تصرخ بصوت عالي وتقول: يا يارا انهضني يا يارا، أخوك بيموت، أخوك هدام من بين إيدينا. بتيجي يارا بسرعة على أوضة أخوها، بتلاقي أمها منهارة وبتعيط، وساعتها بتقول لها بخوف: في يا ماما؟ بتصرخي على الصبح ليه؟ وماله هايزة؟ انهض أخوك يا بنتي، دخلت عليه أصحيه لقيت وشه أصفر، قعدت أفرحه وقعدت أصحيه، مفيش فايدة، انهضي بروح من بين إيدينا. طب اهدي يا ماما، اهدي وأنا هكلم الإسعاف. أما في الشركة، بيدخل الشركة الصبح هو متعصب من كلام أبوه امبارح، وعاوز يثبت لنفسه قبل الكل إن هو ما عادش بيحبها وإن هو بيكرهها، مش بيلاقيها موجودة، بيتعصب. بيدخل مكتبه وهو متعصب من عدم وجودها، لدرجة إن هو بيلعنها في سره، بعدين بيتكلم بغضب ويقول: ما أكيد شافتني شاب وحلوة، قالت أما استغله، بس هي مش تعرف إن أنا عارف كل حركاتها القذرة دي. أما تيجي لو ما سودتش عيشتها وخليتها تكره نفسها ما بقاش انا. اما في المستشفى، كانت واقفه يارا ومامتها منهارين من العاي. خرج الدكتور بعد ما كشف على اخوها وحطه في العنايه المركزه، كانت عينيها على ازاز العنايه وعلى اخوها اللي الاجهزه محوطاه وممكن يموت من ايديهم في اي لحظه. كانت بتبكي بصمت رهيب، بتبكي بوجع. خرج الدكتور وقالت له وهي بتبكي: خير يا دكتور؟ هيثم اخويا ماله؟ ايه وليه حجزته في العنايه المركزه وهو ما فاقش لحد دلوقتي ليه؟ للاسف يا انسه، اخوك القلب متضرر عنده بطريقه جامده جدا، والمره دي مش هيفوق غير لما يعمل عمليه، هقام يواجه رب كريم. انا اسف لاني بقول لكم كده، بس دي الحقيقه. اخوك كمان 48 ساعه لو ما عملش العمليه يبقى خلاص مصيره اتحكم، هتبقى أيامه في الدنيا محدودة، لأن بعد 48 ساعة لو ما عملهاش مش هنعرف نعملها. أخيرنا 48 ساعة، انصدمت الأم وانهارت في البكاء، ابنها جوه بواجه الموت وهي مش في إيديها حاجة. أما يارا كانت بتحاول بس تتكلم وهي بتبكي، وقالت ببكاء: طب يا دكتور العملية دي تكلف قد إيه؟ 600,000 جنيه. بتمنى ان انتوا تجهزوه قبل فوات الاوان، عن اذنكم. مشي الدكتور والام فضلت تعيط وبصت لبنتها اللي كانت منهارة وقالت: تعمل ايه يا يارا؟ هنجيب المبلغ ده منين؟ اخوكي بيروح منين يا بنتي؟ اخوكي بموت، الله يسامح ابوكي هو السبب. ما تشغليش هم يا ماما، انا هروح الشركة، مدير الشركة طيب جدا، هروح استسمح ان هو يديني المبلغ سلف وقسطه من مرتبي وهشتغل شغل اضافي، هو هيرضى يا بنتي؟ ما احنا كان معانا الفلوس وعمرنا ما ساعدنا حد، او بالاخص ابوكي. ان شاء الله هيرضى يا ماما، ان شاء الله. بتوصل يارا الشركه وبتدخل على مكتب مروان، هي اللي بكون قالب الدنيا علشان ده كله تاخير. واول ما بتدخل ببصلها بغضب ويقول: ايه فاكرة نفسك شغالة في بيت ابوكي؟ تيجي وقت ما تحبي وتمشي وقت ما تحبي؟ بقولك ايه، انا العوج ده ما بحبوش، انت سامعة؟ بترد وهي مكسورة الخاطر، هو بيذلها من غير حاجة، هتقوله ازاي على فلوس؟ بس تضطر تذل نفسها، اخوها ما عادش قدامه غير 28 ساعة وبعدها هتتحدد كل حياته. بتتكلم وتقول بصوت كله حزن ودموع حبساها: انا اسف يا فندم، حصل لي ظروف صعبه جدا. بعد اذنك يا فندم، انا كنت يعني قصدك في خدمه، لو ينفع تسلفني مبلغ علشان عايزاه ضروري. هسلفك مبلغ؟ لسه شغاله من شهر وعايزاني اسلفك من دلوقتي؟ بتكون عايزه ترفض علشان احراجه ليها بالكلام، بس احتياجها وحياه اخوها اهم من اي حاجه. وبتتكلم بنفس مكسورة
وعزت نفس منهار وتقول: هأرجوك يا فندم، هأرجوك، أنا عايزة 600,000 جنيه، مسألة حياة أو موت. همضي على الكمبيالات اللي انت عايزه، هشتغل أي حاجة غير شغلانة السكرتيرة هشتغلها معاه، بس أرجوك أنا عايزة المبلغ ده ضروري. يكون هيرفض، فهو عاوز يشوفها مسلولة، بس بيفكر في حاجة في دماغه، وبعدين بيشوف نفسها وزلت نفسها، بكون فرحان وفي نفس الوقت حزين، وبعدين بقول لها: روحي شوفي شغلك، وآخر النهار هقولك هينفع ولا لأ. عم ادرس الموضوع، ما انا مش هطلع فلوسي كده من غير ما افكر. اتفضلي دلوقتي على شغلك. تمام يا فندم، وشكرا ليك. بتخرج من المكتب وهو بيفضل يفكر ويقول: يا ترى عايزه الفلوس دي في ايه؟ يا ترى هدفك من ايه ان انت تستلفي مبلغ كبير قوي كده؟ لا وكمان عندك استعداد تعملي اي حاجه اطلبها منك، وانا هشغل بالي ليه؟ ما اكلم شويه البهائم اللي حاططهم حواليها، اكيد هيعرفوا كل حاجه. وفعلا بيمسك التليفون ويرن على الحرس ويقول: ايوه يا ابني، في اي اخبار جديده على الانسه اللي قلتلكم راقبوها؟ ايوه يا فندم، احنا الصبح واحنا بنراقب البيت زي ما انت وقلت لنا سمعنا صوت صراخ، وكنا لسه هنروح نشوف في ايه، لقينا عربيه اسعاف داخله على البيت وشايله اخوها الصغير عنده بتاع 16 17 سنه، وراحوا بيه على المستشفى، وهناك قابلوا دكتور وباين عليه يعرف حالته، وقال لهم للأسف إن هما محتاجين 600,000 جنيه علشان العملية، ولو هما مش دفعوا الفلوس دي للأسف كمان يومين الولد هيموت، وحتى لو بعد 3 أيام جابوا الفلوس مش هينفع، لأن هما يومين لا إما الولد يعمل العملية لا إما معادش هينفع، لأنه كده كده قلبه مش هيتحمل يعملها. وهم فضلوا في المستشفى، وهي خرجت بعد كده وإجت الشركة. في أي خدمة تانية يا باشا؟ تمام يا ابني، اقفل دلوقتي، لو عوزت حاجة هقولك بعدين. هو بعدها بيفضل يفكر مع نفسه إن هي أكيد عايزة الفلوس دي وهتعمل أي حاجة مقابلها، وبعدين بيتكلم ويقول: فرصة وإجاتلك على طبق من ذهب يا مروان، علشان تنتقم منها براحتك، علشان تذلها وتكسر نفسها، أكيد دلوقتي هي هتعمل أي حاجة علشان أخوها. لازم استغل الفرصة دي صح. وبعد يوم طويل من الشغل بينادي عليها مروان، بتدخل وعلى وشها لسه الحزن على حال اخوها، وبيتكلم بغرور ويقول: انا موافق هديك 600,000، لا هديكي 1,000,000 جنيه، بس انا عندي شرط. بتفرح ان الفلوس هتتدبر لاخوها، بس بتستغرب هو هيديها 1,000,000 جنيه وبشرط؟ شرط ايه؟ هيكون عايز منها ايه؟ واتكلمت بخوف وقالت: شرط ايه يا مروان بيه؟ تتجوزيني بس في السر، مش هقولك ورقتين والكلام ده، علشان انا عارف الحرام والحلال. هنتجوز عند المأذون وهنشهر قدام المأذون، والورق هيكون معروف انك مراتي، بس لحد من عيلتي هيعرف ولا حد من عيلتك؟ انا وانت وبس، والشهود والمأذون. وطبعا الجواز ده هيقعد شهر شهر ونص بالكتير. وقلت ايه؟ بتنصدم اما بكونش عارفة تفكر، هو عاوز يتجوزها؟ طب هي هتعمل ايه؟ طب هو عاوز يتجوزها ليه؟ كل دي اسئلة بتبقى جوه دماغها، هو بتبقى خايفة، خايفة توافق وخايفة ترفض تخسر اخوها، ما بتبقاش عارفة تعمل ايه. بين نارين، نار اخوها وتخسره ونار العريس، وفي الاخر بتقرر كده كده هتضحي بحياتها ولا تضحي بحياة اخوها. هي قررت ان هي خلاص تضحي بحياتها، وقالت بصوت كله بكاء وذل واهانة: انا موافقة يا مروان بيه. موافقة؟ تمام، هعملي حسابك ان انتي يوم ما يكتب كتاب عليكي انا مش هخليكي الشهر ونص دول تشوفي اهلي، هتقعدي في فيلا صغيرة، يعني هاي الفيلا دي هتكون ليا أنا وإنتي. وطبعا أنا هكون معاكي في أيام ممكن معرفش أبات فيها لأني حبات في بيت عيلتي، بس برضو ده ما يمنعش إن إنتي مش هتخرجي من الفيلا وهيكون عليها حراسة، ولو فكرت تخرجي أنا ممكن أقتلك عادي. طب أنا هقول لعيلتي إيه؟ تقولي لهم إيه؟ دي مش مشكلتي،
انا اللي قلته هو ده شرطي. وقلت ايه؟ بتحاول تكتم دموعها وهي خلاص مش قادرة، وساعتها بتتكلم وتقول بدموع بتنزل بس بتمسحها بسرعة. تمام يا فند، بس ممكن تديني فلوس؟ ولو عاوز نكتب الكتاب دلوقتي ما عنديش مانع، وتديني فلوس ويومين اتنين هظبط الامور مع عيلتي وهاجي. ارجوك يا فندم، هو ده طلب الاخير، تديني الفلوس دلوقتي ونكتب كتب الكتاب ويومين هكون اللي انت عايزه هعمله. بس ارجوك يا فندم نفذ الطلب ده ليا، بيعتبره مش طلب، رجاء. بيكون هيرفض ويقول لها وقت ما تيجي هتستلمي فلوس، بس بيفتكر اخوها وبيفتكر ان هو مهما حصل مش ينفع تبعدها عنها في الظروف ده، فهو اخ. وبقول لها تمام بكره الصبح هديك الفلوس ونكتب كتابنا الظهر، اتفضلي روحي وبكره نعمل كل حاجه، لان دلوقتي بصراحه مش معايا السيوله بتاعت المبلغ ده كله. يلا اتفضلي. تمام يا فندم وشكرا لحضرتك. بتخرج وهي حزينه، هي باعت روحها بس اخوها عايش. اما هو بيفضل يبص عليها وخارجة، بيفضل يبص عليها كتير، وبعد ما بتخرج بقول بابتسامة كلها شر، وقعت في المصيدة بسرعة يا قطة، حوريك الجحيم هيكون ازاي. ما كنتش اعرف ان القدر هيساعدني لدرجة ان اخليكي تحت ايدي وتحت رحمتي في اقل من الممكن. كنت فاكر اني هحاول اقنعك بجوازنا او اغصب عليكي باي طريقة، طلع القدر مسهل لي كل حاجة. والله العظيم من بكرة لا يبدأ جحيمي، جحيمك هيبدأ خلاص، هخليك تدوق العذاب، هخليهم شهر ونص آخرهم تنتحري فيهم أو تموتي من كتر الحزن أو يجيلك القلب مكان أخوكي. والله اللي هخليكي معونتي تنفع تبص في وش حد، وكمية الذل اللي شايفها عليكي ما تيجي حاجة في اللي هتشوفيه مني. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا ايه اللي هيحصل؟ يا ترى يارا هتقنع امميتها ازاي ان هي هتبعد عنهم شهر ونص؟ ويا ترى مروان هيقدر ينتهي منها الشهر ونص ويكررها في حياتها، ولا ممكن قلبه يكون لسه بيحبها؟ طب تفتكروا معايا ادم الحديدي ممكن يعرف اللي ابنه بيعمله؟ طب لو عرف هيسيب ابنه يعمل اللي هو عاوزه ولا لا؟ هيرحم البنت دي من عذابه ولا هيشوف ان هي تستاهل العذاب ده على اللي عملته في ابنه؟ مستنيه رايكم في التعليقات، وبتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.